الإنشاد الديني مدارس كلها بتجتمع على التعبير عن حب الرسول الله بأجمل الكلمات والأوصاف. ضيفي من المدرسة الشامية للإنشاد والمديح، قرأ القرآن مع كبار المقرئين وتربى في حضرة مجالس الذكر والابتهال، ولجمال صوته اشتغل مؤذن في مسجد بني أمية الكبير في دمشق. في لغة السوريين هو كروان بين المنشدين، وده لقب بيتقال لكل منشد متألق ومتفرد في صوته وأدائه. وإحنا محتاجين في وسط الأحداث اللي بتدور حوالينا لجلسة روحية من جلسات الإنشاد الديني الممتعة، محتاجين حد كده يفكرنا بصفاء النفس، صوت صادق ينقلنا لحالة سكينة تهدي شوية من الأصوات العالية اللي حوالينا، فاصلة نستلهم فيها أشعار العشق الإلهي وفن المديح، ممكن نعتبرها هدنة نفسية لا هي محتاجة مفاوضات ولا شروط، محتاجين بس نهدي الدوشة اللي حوالينا ونسمع ضيفي الكروان المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك. يا مساء الخير. يا مساء النور عليكم على قناة الاي تي سي الجميلة وعلى الناس والمتابعين الأحباب، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقال عنه ذكرى لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا إن شاء الله. المنشدين الكبار معظمهم بدأوا بتلاوة القرآن الكريم، هل كانت بدايتك كده برضو؟ الحمد لله، طبعا الانطلاقة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو انطلاقة العالم كله وهو شريعة الناس كلها، يعني زي ما بيقولوا. يعني كان القرآن الكريم هو سبيلك وطريقك للإنشاد والمديح؟ طبعا كتاب الله سبحانه وتعالى هو من يعني اكتشف الخامة زي ما بيقولوا الملكي ازاي؟ يحكي لي ايه اللي حصل؟ والله أول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني والدي السيد علي حفظه الله حاطني في مسجد أنس بن مالك، ومسجد أنس بن مالك كان في بلدتنا التي سكنت فيها وهي في ريف دمشق تحت إيد الشيخ عبد الرحمن خوندي رحمه الله تعالى، وله أفضال علي كثيرة وعلى أهل البلدة أيضا. يعني فسبحان الله أعلمني بالقرآن وحطني معه بالحلقة، حلقته كانت حلقة المتميزين، بقى المتميزين صوتا مخارج الحروف، هو من علمني الإنشاد، هو من يعني تنبأ لي الحمد لله بمستقبل إن شاء الله يكون باهر بالإنشاد تحت أنظار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ بالإنشاد، إيه رأيك؟ حاضر، عشان تبقى بدايتها كده مسك إن شاء الله. يلا هتقول لنا ايه في الاول؟ والله حنقول موشح، هذا موشح قديم وصراحه يعني اذا بيبحثوا على اليوتيوب ما راح يلاقوه، هو الموشح لفرقه الشبان الحديثه. نبي طاهر رؤوف رحيم. اي نعم، مطلعه ده موشح دمشقي مش كده؟ طبعا موشح دمشقي عريق، مطلعه بوادي المنحنى وبارض راما، الكلمات من مولد العروس والحان الراحل رحمه الله عبد العالي الجرشي. طيب هنتكلم ونعرف ايه الفرق بين الحاجات الدمشقيه والحاجات المصريه والحاجات الشرقيه طبعاً والغربيه بالتفصيل، ولكن خلينا نستمتع بنبي طاهر رؤوف رحيم ان شاء الله. حاضر، بسم الله. بوادي المنحنى وبأرض راما، بوادي المنحنى وبأرض راما، مليح للحمى على خيام نبي طاهر رؤوف رحيم، بنور جبينه أمحى الظلام، مليح الذات ما أحلاه بدرا، مليح الذات، مليح الذات ما أحلاه بدرا، مليح الذات، فأثنى الرسل حين
رأوا قواما مليح الذات مليح الذات ما أحلاه بدرا مليح الذات فأثنى الرسل حين رأوا قواما 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 فجاءته الغزالة باشتياق أجرني فجاءته الغزالة باشتياق أجرني يا حبيبي من القيام فأثنى الرسل حين رأوا قواما رأوا قواما فأثنى الرسل حين رأوا قواما مليح الذات. الله 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 الله. ايه الفرق بين المدرسه بتاعه المشرق العربي ومدرسه المغرب العربي في الانشاد؟ والله هي سبحان الله يعني انا بشبهها شخصيا يعني مثل اللي فايت على مزرعه فيها زهور، كل زهره سبحان الله لها لونها وليها ريحتها ولها ريحتها وذوقها وطعمها سبحان الله. هي المدارس الانشاد وكلهم من رسول الله ملتمسون، كل يعني اخذ من بحر حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت يعني وريتنا وقلت لنا ازاي بيكون الموشح الدمشقي، هو ايه المبادئ الاساسيه انه ده موشح دمشقي يكون حلو؟ والله سبحان الله في دمشق يعني نشا الانشاد سبحان الله على مبدا رئيس فرقه وهو يعني الصولو زي ما معروف، والبيطاني يعني الفرقه نشأوا هكذا وتعلموا الموشحات يعني الدمشقيه من فم الملحن على طول، يعني الملحن يلحن له الموشح ويأدوه على شاشه التلفزيون او في المسارح وما شابه ذلك. بقى هذا يعني هذا الهيكل العام اللي نشأ عليه الانشاد عندنا في دمشق سبحان الله. قد يختلف وهو مختلف ايضا عن الانشاد في مصر الحبيبه ارض الكنانه في ارض المغرب، ولكن سبحان الله يعني في اوجه تشابه كبيره يعني. اي نعم. طيب الانشاد في مصر، ايوه انا عارفه انك انت يعني مولع جدا بالانشاد المصري، اولا خلينا نسمع وبعدين نتكلم عن يعني ازاي بتشوف الانشاد في مصر. نسمع ولا نتكلم؟ لا نسمع الاول. حاضر. عشان نعلق بعد ما نسمع. الله يبارك فيك. أيا قمرا على غصن يميل لحاظ وجدك كم لها مثلي قتيل لي في حبك يا رسول الله خمس شهود فأول شاهد
جسمي عليل وثانيها تجافي النوم عن عيني وثالثها غرامك في فؤادي لا يحول ولا يزول ورابعها دموع العين ورابعها دموع العين يا عين ورابعها دموع العين على خدي سحائبها هطول وخامسها هو الصبر الجميل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد بدا دع الفلاح في سماء الدنيا لوح وملا كل النواحي بشذا منه يفوح قد بدا دع الفلاح في سماء الدنيا لوح وملا كل النواحي بشذا منه يفوح نور خير الرسل يا حمد لاح في العليا فرقد منهم أثنى وحمد موفيا فيه الشروح موفيا فيه الشروح الله الله حتى في المصري بتبدع. الفرق بين الإنشاد المصري والإنشاد الدمشقي؟ الله يبارك فيكي. هلا الإنشاد المصري حاليا المعاصر يعني نادرا ما تلاقي منشد لا يصطحب آلات موسيقية. نحن عندنا هذا الشيء بالشام مرفوض لأنه أغلبية المناسبات اللي بتحصل خاصة الفرق الإنشادية بتكون بالمساجد أو بصالات الأفراح وما شابه. ولكن الإنشاد المصري سبحان الله يعني يعتمد أكثر على الصولو وعلى الآلات الموسيقية. أما الإنشاد الدمشقي يعتمد أكثر على الأصوات البشرية. في عنا مثال فرقة الرضوان المرعشلي. الشيخ ياسين المرعشلي طبعا والده الشيخ عبد القادر المرعشلي أسأل الله له الشفاء وبوجه لهم تحية كبيرة طبعا وأنا من هذه العائلة يعني وأنا من فرقتهم طبعا. بقى الشيخ ياسين المرعشلي حاول نقل الفرقة نقلة نوعية اللي هي أنه أنا بدي نزل موسيقى بالفرقة بس ولكن من دون آلات موسيقية. كيف؟ بالأصوات البشرية عن طريق الأكابيلا طريق الهارموني. بقى لما تسمعي لوحة منه تسمعي لوحة فنية من غير آلات موسيقية بس هي لوحة فنية متكاملة حفظهم الله وهذا شيء يعني جميل جدا يعني. نعم. طيب الموشح والقصيدة الدمشقية أي قمرا على غصن يميل أي قلناها قبل شوي طيب لا ما أنا عاوزة أسأل عنها أي قمرا على غصن يميل دي قصيدة قلت لنا نبي طاهر رؤوف رحيم موشح موشح. أنا عايز أعرف الفرق بين الموشح والقصيدة طبعا أنت كمنشد بتعملهم إزاي؟ الله يبارك فيك. الموشح هو جمل موسيقية كما يعني أديته من شوي بتلاقي بدأ بعلامة
موسيقية والجملة تنتهي بعلامة، كذلك الختام. نعم. أما القصيدة هي عبارة، يعني فينا نقول قصيدة ارتجالية. يعني أنا فيني زي ممكن ترتجي القصيدة وأنت 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 واقف قدام الجمهور. هو الارتجال مو الكلمات، ارتجال اللحن. لأنه اللحن هي غير مضبوطة بلحن. أما الموشح مضبوط بلحن ووزن. عرفت علي شلون؟ القصيدة عادية غير مضبوطة بلحن وغير مضبوطة بوزن. لذلك أنا فيني يعني أقولها مثل ما بيقولوا بالسوري شط مطفيها عادي، يعني على هي ذوقيا يعني فنيا. أي نعم. يعني أنت ممكن تقولها بأكثر من طريقة مختلفة وبأكثر من مقام. أما الموشح حصرا بمقام. طب ورينا كده اللي أنت لسه مغنيها لنا، آية قمرا على غصن يميل. يعني لو عملتها عملتها بطريقة مختلفة، يعني مقطع كده ومقطع كده. تمام. طيب احنا في احنا على نفس القصيده عشان نفهم المشاهد معانا على نفس القصيده. تمام ماشي. هلا انا اديتها على مقام الكورد. يعني لو تعملي جزء كده وجزء كده تقولي. طيب احنا بدانا فيها القديمه بالكورد، هلا رح نغير البدايه. قصدي جزء بسيط كورد تاني مع جزء بسيط من الجديد. حاضر. عشان يبقى المقارنه واضحه لينا. تمام. أيا قمرا على غصن يميل لحاظ وجدك كم لها مثلي قتيل. الخلاف ده الكورد. يلا. لي في حبك يا رسول الله خمس شهود. هذا النهوان. فأول شهيد جسمي عليل، وثاني تجافي النوم عن عيني. أثر كل مقام إيه على المستمع؟ أنت بتشوف إزاي؟ يعني إمتى بتعمل نهواند؟ إمتى بتعمل كورد؟ إمتى بتعمل سيكا؟ إزاي بتقرر؟ طبعاً حسب الجملة اللي عم نقرأها. يعني أنا من المتوقع أني أدي قصيدة الجملة يكون فيها عبارة عن أشواق وشجن مثلاً للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بتلاقي مقام الكورد يلامس شغاف القلب. تمام. اما اذا انا مثلا بدي اقول جمله فيها يعني فرايحيه مثل ما بيقولوا، يعني فيها فرح، انا لازم اقول مثلا مقام الرصد، اذا جن عليك ليلك فرصد. يعني الرصد بتلاقي الناس تفاعلت معه طربي اكثر. عرفتش علي شلون؟ النهود نفس الشيء طربي. عرفتش السيقا قد يكون فيه من الجلال من التجليات. طب الصبا يعني. الصبا الحزين. الحزين جدا يعني الصبا. ونادرا صراحه بمصر لنستخدمه، لانه اهل مصر روح قلبهم الفرح يعني. نعم. ادام الله عليهم الافراح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب قد بدا داعي الفلاح برضه موشح دمشقي جميل جدا، احب اسمعه منك. الله يبارك فيكي. هلا انا اديته على مقام الرص، بس انا كانت الطبقه عاليه. بتحبي نرجع نعيده ولا ناخذ موشح ثاني؟ لا انا حابه اوري المشاهد المقامات المختلفه وازاي كل نفس الحاجه اسمعها بطريقه مختلفه. تمام. احنا رح ناخذ موشح قد بدا داعي الفلاحي، ورح نشتغل بعده كمان عنا بالشامي من الا طقطوقه، يعني يلا لهذا يلا الموشح. يلا ده اضافه منك. يلا الله يبارك فيك. قد بدا داعي الفلاح في سماء الدين يلوح، وبلى كل النواحي من شذا منه يفوح. قد بدا داعي الفلاح في سماء الدين يلوح، وملا كل النواحي بشذا منه يفوح. نور خير رسل أحمد
لاح في العلياء فرقت نور خير الرسل يا حمد، لاح في العلياء فرقت نور خير الرسل يا حمد، لاح في العلياء فرقت نور نور خير الرسل يا حمد، لاح في العلياء فرقت منهم أثنى وحمد، موفيا فيه الشروح موفيا فيه الشروح. يا مولاي صلي دائما التجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا الله 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 الله. أنا النهارده حابة أسمع كل النغمات لأنه كل نغمة ليها تأثير مختلف حتى وإن كان نفس الكلام، مش كده؟ بتحس إنه حتى بنفس الكلمات كل نغمة بتوديك في في في, في أجواء مختلفة. طبعًا في عالم ثاني طبعًا، كل نغمة لها روح، كل نغمة حسب كمان الجملة مثل ما قلت لجنابك، يعني الكلمة سبحان الله ليها أثر لما تضيفي عليها اللحن او المقام توديك في حته ثانيه خالص، المقام اللي يليق فيها تلاقي سبحان الله عن جد بحته ثانيه يعني. بحبك وبريدك قصيده طبعًا. بقى مصريه طبعا نسمعها. حاضر. بحبك وريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد، ما فيش زيه اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، جماله ودلاله متغطي بجلاله وتقعد وباله تشوفهم الاتنين، بحبك واريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين، بحبك واريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين، أنا نفسي أزورك وفي حالي أشورك
يا جمالك ونورك يا جد الحسنين. أنا نفسي أزورك وفي حالي أشورك يا جمالك ونورك يا جد الحسنين. حبيبي وعنيا أحمد ضي عنيا هو الغالي علي علي يا جد الأمرين. بحبك وأريدك وأتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. الله، من المنشدين المصريين بتحب مين؟ والله كتار بالعصر الحالي، يعني العصر الحالي مين؟ عشان هسألك على الماضي والتاريخ كمان، بس قولي من العصر الحالي. بالعصر الحالي والله الله يطولنا بعمر الشيخ ياسين التهامي وابنه الشيخ محمود تهامي، وايضا الله يرضى عنه المنشد احمد العمري، ايضا المنشد محمود هلال، ايضا المنشد مصطفى عاطف، وكلهم ما شاء الله كوكبه يعني من رسول الله ملتمسهم كما ذكرنا. طب مدرسه يعني محمود التهامي ما بتشترطش انك تبقى مسلم علشان تدخل الانشاد، ايه رايك في الموضوع ده؟ هلا والله لك شغلي، نحن كلنا بنعرف المطربه فيروز هي منشده بكنيسه، عرفت علي شلون؟ ما هي منشده بكنيسه على ديانتها، ولكن كمنشد يعني يقول وينشد بالكلمات من كلام العارفين بالله، يعني انشادنا هذا كله من كلام العارف بالله، يعني هلا بحبك وبيدك قصيده الشيخ محمد عوض المنقوشي، اي يعني كله كلام للاولياء والاصفياء والعارفين. انا يعني استحاله يكون على دياني غير الاسلام وانشد هذا الكلام، لان اصلا هذا الكلام لا ينبع الا من قلب يعني يفيض محبه في الاسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب، من المنشدين في التاريخ المصري مثلا بتحب مين اكتر، النقشبندي ولا نصر الدين طوبار؟ والله بحبهم الاثنين. النقشبندي قلت لك له نكهه، النقشبندي رضي الله عنه مولانا النقشبندي يعني له سر عجيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حال عجيب يعني. حتى يعني سبحان الله له، كلنا بنعرف طبقته العاليه لما انشد مولاي اني ببابك قد أيوة. مددت يدي، بحبها جدا. وفي الشيخ نصر الدين طوبار برضه للسكينه والسحر، لما تسمعيه على السحر الوقت قبل الفجر سبحان الله يعني تلاقيه يستجلب الدمعه من عينيك. طب ما تقول لنا حاجه كده للنقشبندي وحاجه كده لنصر الدين طوبار. تمام، النقشبندي بتقول مولاي؟ انا بقولها مولاي. يا ريت الصراحه، لانه انا لحالي من دون فرقه لاني عم اعطي مجهود يعني، بس على بركه الله ان شاء الله. بس يعني يسلم بقك بجد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك واحساسك الجميل. الله يسلمك. رح نقول مولاي ان شاء الله. يلا. مولاي 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 إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. الله، وللشيخ نصر الدين طوبار تختار لنا إيه؟ تمام، الأبيات اللي رضي الله عنه يعني بيقولها قبل تراحم الفجر وبعدين بيأذن. يلا الله يبارك فيك.
إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ إلهي إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ وصل حبلي بحبل رضاك يا رب، وصل حبلي بحبل رضاك إلي، وانظر إلي وتب علي، عسى أتوب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب. الله اللهم الله سلم، الله، الله يبارك يعني فيك. أنا بجد كنت سعيدة أسعدك الله، نحن أسعد إن شاء بلقائك الله. النهاردة، وسعيدة بتشريفك لينا في مصر أنا الجديدة، تشرفت، الله يبارك فيك. وفي يوم مهم زي ده، طبعا ذكرى المولد النبوي صلى الله عليه الشريف، وسلم، المنشد اللي هقول إيه، الكروان الله يبارك فيك، الدمشقي الجميل بهاء الدين حايك، نورتنا في مصر الله الجديدة، يسلمك، ينور قلبك. والمسك فاح في الختام، والبشاير هلت علينا في يعني اعمل لنا كده الكوكتيل الجميل نختم بيه، حاضر تبقى ختام جميل لحلقة اليوم. حاضر، تحت أمر، شكرا ونورتنا. الله يبارك فيك يا رب. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي، إيه اللي غير أحوالي، إلا الرضا برسول الله. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. يا بشاير هل علينا، ودي المشتى نفحات،
من أرض نبينا الهادي، واروي أحلى الحكايات يا بشاير، هل علينا ودي المشتاق فحات. من أرض نبينا الهادي واروي أحلى الحكايات، هل تعدن يا بشاير والكل أصبح فرحان، ونجوم السما بتضوي والكل أصبح فرحان. يا بشاير اللي علينا ودي المشتاق فحات، من أرض نبينا الهادي واروي أحلى الحكايات. أم النبي خير الآلام شافت ما نم، قالت كلام بمولده يوم مولده، يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد، تحمي والدي من الحسد من شر حاسد حسد. يا عين حسد متى الربي، حبك رمى للنبي، حبك رمى للنبي، يا خير خلق الله ما داد، يا خير خلق الله ما داد.